كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد أدريا سيمادني بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للاتحاد السويسري لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتسلم رئيس الجمهورية كذلك أوراق اعتماد سعادة السيد نابليون عبد الله بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية غانا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. إن موريتانيا وسويسرا تربطهما علاقات تبادل تجارية جيدة، وهذه المقابلة التي خصني بها رئيس الجمهورية كانت مناسبة لاستعراض السبل الكبيرة بتعزيز التعاون بين البلدين. وقد استعرضت مع فخامة رئيس الجمهورية خلال المقابلة موضوع المياه والقمة المتعلقة به التي ستعقد بداكار في شهر مارس المقبل.